الثانية في القاهرة، جولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. عقد رئيس الوزراء الشريف إسماعيل اجتماعا مع وزير الزراعة ونوابه بشأن متابعة الثروة الداجنة في مصر. بحث الاجتماع آليات زيادة استثمارات الثروة الداجنة والخطوات المتعلقة بإقامة مشروعات للاستثمار الداجني لزيادة الإنتاج ولتغطية الاستهلاك في السوق المحلي. بحث الاجتماع الخطوات التنفيذية لإقامة عدد من المزارع للدواجن بالمحافظات في إطار برنامج زمني للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، فضلا عن خطة تطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وتخصيص الأراضي لها. وأكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا يوم الأربعاء المقبل لمتابعة الخطة المتعلقة بتخصيص الأراضي للمستثمرين في الثروة الداجنة. في سياق متصل وعقب اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، افتتح وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا نيابة عن رئيس الوزراء معرض أجرينا للإنتاج الداجني والحيواني والسمكي، حيث يعد أكبر عرض متخصص في الإنتاج الداجني والحيواني، ويستمر هذا المعرض لمدة 3 أيام. في شأن آخر، عقد رئيس مجلس الوزراء الشريف إسماعيل اجتماعا لمناقشة المقترحات المتعلقة بإقامة مشروعات المعالجة المياهي بمصر بحر البقر شرق القناة. وقدم استعراض لعدد من المقترحات الخاصة بإقامة مشروع لمعالجة المياه بالمصرف الذي يعاني من التلوث نتيجة للصرف الزراعي والصناعي والصحي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها واستغلالها في بعض المجالات بعد أن تعالج. وقد تمت الإشارة إلى التوصيات التي توصلت إليها لجنة مشكلة من عدد من الوزارات حول جودة المياه بالمصرف بعد قيامها بإجراء عدد من التحاليل للوقوف على طبيعة هذه المياه. هذا ويعقد رئيس الوزراء في تلك الأثناء اجتماعا مع وزير البترول المهندس طارق الملا بشأن مشروعات التكرير والبتروكيماويات. يحضر هذا الاجتماع عدد من الجهات المعنية. من المرتقب أن يبحث رئيس الوزراء في اجتماع آخر أيضا معدلات التنفيذ بالمشروعات الجديدة. افتتح وزير التجارة والصناعة طارق قبيل مصنعين للغزل والنسيج بحجم استثمار يصل إلى 100 مليون لكل مصنع في المنطقة الصناعية كوم أبو رادي في محافظة بني سويف. وتفقد الوزير في زيارة المنطقة الصناعية في بني سويف، حيث قام لوضع حجر الأساس لمجمع صناعي متكامل لإنتاج الأجهزة المنزلية والكهربائية على مساحة 150 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية بلغت 2.4 مليار جنيه. أكد قبيل على أهمية ضخ الاستثمارات لتنمية الصعيد ولتوفير فرص عمل لأهل محافظة بني سويف. في لقاء خاص مع أولايف، قال وزير التجارة والصناعة طارق قبيل إن زيارته جاءت لتفقد المناطق الصناعية في منطقة كوم أبو رادي في مدينة بني سويف ولافتتاح مصانع غزل ونسيج باستثمارات ضخمة بهدف تشغيل العمالة وتنمية الصعيد. بني سويف واحدة من المناطق الصناعية الواعدة، فيها أكثر من 80 مصنع، مصانع بحجم كبير. فزيارتي لها كذا شق، واحد تفقد المنطقة الصناعية، نمرة 2 افتتاح مصانع غزل ونسيج، انتوا النهارده في واحد منه. ده مصنع استثماراته يمكن حوالي اكثر من 100 مليون، بيشغل 340 عامل، بيصدر 70% من انتاجه و30% للسوق المحلي. فده بالظبط اللي احنا بنهدف فيه، بنهدف لغزل ونسيج، بنهدف لتشغيل عماله، بنهدف لصادرات، وبنهدف لتنميه الصعيد. الحقيقه الاربع عوامل موجودين في نفس النقطه. في نفس الوقت بنحط حجر اساس النهارده لمصنع، هو الحقيقه مجمع، الجزء الاولاني منه حوالي 2.4 مليار جنيه، المجمع كله في حدود 12 مليار جنيه لكل انواع الاجهزه الكهربائيه والصناعات المغذيه لها. ده برضه هيكون هنا في منطقه كوم أبو رادي بني سويف. وأوضح محافظ بني سويف شريف حبيب لونلايف أن المحافظة أصبحت جاذبة للاستثمار نتيجة للتعاون مع وزارة الصناعة لدفع عجلة الاستثمار ولتهيئة المناخ لتنفيذ سياسة الحكومة في الإصلاح الاقتصادي. احنا النهاردة ده بناخد نتاج التعاون في الفترة الماضية مع وزارة الصناعة لدفع عجلة الاستثمار وتهيئة المناخ تنفيذ لسياسة الحكومة. ده بيتم ان احنا بقينا منطقة جاذبة للاستثمار وخاصة الصناعات والاستثمارات الأجنبية،
المصنع النهارده فيه استثمارات حوالي 100 مليون بيوفر حوالي 220 فرصة عمل كلهم من بني سويف. طبعا في صناعة مهمة جدا هي الغزل ونسيج، كنا مصر رائدة في هذه الصناعة لسنوات طويلة وكانت معروفة في السوق العالمي، تراجعت لأسباب النهاردة بترجع تاني عن طريق المصانع الجديدة وعن طريق خطة الإصلاح اللي بتتبناها الدولة لصناعة الغزل ونسيج العريقة في مصر. يعود وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم إلى الدوحة قادما من الكويت التي بدأ منها جولته الخليجية في محاولة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو شهر ما بين قطر والدول الأربعة المقاطعة لها. كان تيلرسون قد أجرى أمس في مدينة جدة سلسلة مباحثات حول الأزمة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزراء الدول المقاطعة الأربعة الذين أكدوا تمسكهم بأهمية وقف قطر لدعم الإرهابي ولتمويله. دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قطر إلى بذل جهد أكبر لتحسين ثقة الدول العربية فيها. رحب آل نهيان بتوقيع قطر لاتفاقية لمكافحة تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة، وأكد على ضرورة أن تقوم قطر بجهد مضاعف لتغيير رؤية الكثير من الدول لما تقوم به من إيواء ودعم وتمويل وإبراز أصوات متطرفة تدعو للعنف والكراهية. وأشار إلى أن دول المنطقة قررت عدم السماح بأي نوع من أنواع التسامح مع الجماعات المتطرفة ومن يقف خلفها أو يدعمها. هذا وتقدم وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش بشكوى رسمية لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اتهم فيها قناة الجزيرة بدعم الإرهاب والطائفية ومعاداة السامية. أضاف قرقاش أن تقارير الجزيرة تجاوزت مرارا عتبة التحريض إلى العداء والعنف والتمييز. وقد كشفت المعارضة القطرية عن أن القوات التركية المتواجدة بداخل قطر نصبت 6 مدافع بالجهة الجنوبية من قطر المحاذية للحدود مع السعودية، وأشارت إلى أن القوات التركية أصدرت بيانا عسكريا يمنع التجوال أو الاقتراب من المناطق الحدودية بدءا من اليوم. أكدت المعارضة أيضا أن القوات التركية قالت إن المناطق الحدودية في قطر أصبحت مناطق عسكرية ويمنع الاقتراب منها. أعلنت أمريكان إيرلاينز أنها شراكتها مع الخطوط الجوية القطرية بسبب الخلاف المستمر مع الشركة القطرية بسبب تلقيها لإعانات حكومية غير مشروعة. يأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر واحد على إعلان الخطوط الجوية القطرية عزمها الاستحواذ على حوالي 10% من رأس أمريكان إيرلاينز في وقت تمر فيه الدوحة بأخطر أزمة دبلوماسية بسبب المقاطعة العربية لها. في الملف الليبي، حيث قال قائد القوات الخاصة الليبية العميد ونيس بوخامادا إن أمن ليبيا من أمن مصر، وشدد في حوار مع برنامج بين السطور المذاع على قناة أونلايف على أهمية وجود تنسيق ما بين البلدين للقضاء على الجماعات الإرهابية. أمن ليبيا من أمن مصر وأمن مصر من أمن ليبيا، ولو لم يتم القضاء على هالمجموعات الإرهابيين زي ما حصل في مصر الأخوان، يعني لو ما تم التكاتف ما بين الشعب الليبي والشعب المصري حينتقل هذا المرض لأي دولة أخرى وعدة دول أخرى لو ما يتمش التكاتف الشعوب مع بعضها الجيران، هذه الأوبئة ستنتقل لكل دولة. هذا الوباء مثل مرض السرطان. أضاف أبو خماد أن قطر عملت على تجنيد الإرهابيين بأحدث الأسلحة لتخريب ليبيا ولإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار. قطريين السلاح اللي جابوه الدخيرة راي كلها عندنا، خذيناها من جماعتكم اللي جبتوها لهم، وكان عندكم أخرى تبزيدوهم ذخيرة ولا سلاح بالله يجيبوا لنا حاجات متطورة، رانا خذيناها كلها راي قاعدة عندنا. فتركيا كذلك احتضنت فلول الإرهابيين والتكفيرين ومتواجدين الآن في تركيا، والآن يبوا يروحوا لأن كملنا الفلوس وما عاد عندهم ما يديروا، لكن ليبيا باقية. النشرة متواصلة فيها بعد قليل. سوريا الديمقراطية تعلن سيطرتها على ثلث مدينة رقة بعد 5 أسابيع من بدء المعركة.
أهلا بكم من جديد. يتواصل الحوار السوري والسوري في جولته السابعة لليوم الرابع على التوالي في مقر الأمم المتحدة في جنيف. وقد قال رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات السلام السورية ناصر الحريري إن المعارضة تقدمت بمقترحات للانتقال السياسي في البلاد، وأشار إلى تحقيق تقدم بشأن توحيد المعارضة السورية، لافتا إلى أن حوارا فتح ما بين الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي القاهرة وموسكو. قتل 32 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي باشتباكات اندلعت في حي الروضة بشمال شرقي مدينة رقة. وقالت قوات سوريا الديمقراطية ان اشتباكات اخرى دارت مع التنظيم عند اسوار المدينة القديمة برقة وفي حي هشام ابن عبد الملك شرق المدينة وحيي البريد والدرعية في غربها. تأتي الاشتباكات بعد ان اعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على 35% من مدينة رقة بعد 5 أسابيع من بدء المعركة. وفي ريف حمص تتواصل الاشتباكات ما بين القوات السورية ومسلحي داعش في محيط حقل الهيل النفطي. قتل 9 أشخاص وأصيب 6 آخرون جراء هجوم انتحاريين استهدف الحشد العشائري في مدينة الكرمة بمحافظة الأنبار العراقية. يأتي هذا فيما تواصل قوات الأمن العراقية عمليات تمشيط مدينة الموصل بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، حيث قامت قوات مكافحة الإرهابي بتمشيط أنفاق في الموصل القديمة وإلقاء القبض على 40 إرهابيا. في المدينة القديمة تواصل القوات البحث عن إرهابيين يتحصنون فيها. أحكام الجيش اليمني سيطرته على تبتي الحمراء والسوداء الواقعتين ضمن الخط الأمامي لجبهة الكدحة في محافظة تعز، وبذلك يتمكن الجيش اليمني من قطع خطوط إمدادات الميليشيات باتجاه مديرية الوازعية جنوب غربي تعز. كانت المواجهات قد تركزت في مناطق زبد وجبل الضرب وجبل علقة بالكدحة، حيث تكبدت الميليشيات خسائر بشرية كبيرة سقط فيها العشرات من عناصرها ما بين قتيل وجريح. بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة لفرنسا تستغرق يومين يلتقي فيها الرئيس إيمانويل ماكرون. يبحث الرئيسان في لقاء العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب. يشارك ترامب في احتفالات فرنسا بالعيد الوطني ومرور 100 عام على دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى. يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل مجلس وزراء فرنسي ألماني لبحث تعزيز التعاون الدفاعي في أوروبا ومكافحة الإرهاب. يشارك في اجتماع مجلس الوزراء المشترك وزراء الخارجية والداخلية والعمل والدفاع من الجانب الفرنسي والألماني. ومن المقرر أن يرأس ماكرون وميركل اجتماعا لمجلس الدفاع المشترك حول مكافحة الإرهاب، حيث تسعى باريس لاتخاذ قرارات ملموسة في مساعدة دول الساحل وعلى رأسها مالي. أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعاد جيرمي كوربين أنه سيلتقي في بروكسل اليوم ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول البريكست. قال كوربين أن الاجتماع سيشارك فيه المسؤول عن ملف البريكست في حزب العمال كير ستارمر، وسيقدم الحزب لبارنييه نظرته بشأن الخروج من الوحدة الأوروبية والقائمة على دعامتين هما بريكست ذو بعد اجتماعي وحماية لحقوق العمال. تعرض اليوم الحكومة البريطانية مشروع قانون لإلغاء التشريع الأوروبي الذي أدرج المعاهدات مع الاتحاد ضمن القانون البريطاني. يهدف مشروع قانون لاستبدال القوانين الأوروبية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك في التشريع البريطاني. من المفترض أن يتيح لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من الاتحاد الأوروبي في مارس من عام 2019. في الأخبار المحلية افتتح وزير الأثار الدكتور خالد علاني ومدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي معرضة للصور تحت عنوان 30 عاما حفائر بالمدخل الشرقي لمصر. ودشرت مكتبة الإسكندرية مؤتمرا حول مكافحة التطرف والإرهابي فكريا. معنا من الإسكندرية مفد اللايف عمر نور الدين. عمر أهلا بك، وكيف تبدو الأجواء لديك الآن في مكتبة الإسكندرية؟ أهلا
بك حساني، لعل الأجواء الآن يعني انتهى، هي في انتظار الـ الجلسة أو الندوة التي تحدثت عنها مكافحة الإرهاب، لعلها ستعقد مساء بعد على الأقل 4 أو 5 ساعات، نتحدث عن الخامسة تقريبا أو ما بعد ذلك، ليس محدد بعد، لكن على الأقل المعرض الصور انتهى، وقبله كان هنالك تعريفا بسيطا بحجم العمليات أو عمليات الحفر والحفائر التي جرت منذ عام 1978 حتى 2017. انتهت هذه العمليات ولعل بعضها مستمر في مواقع معينة، لكن العملية انطلقت بعد استعادة سيناء، وكانت هنالك أثار مهربة أو أخذتها إسرائيل، استردت في معارك طبعا نقول عليها معارك ناعمة في الفضاءات الدولية والمنصات الدولية، استطاعت مصر أن تسترد كل ما أخذته إسرائيل آنذاك، وبعد ذلك يعني استمر العمل في على الأقل في 15 موقعا أثريا يعني أثر متنوع، لعل بعضها فرعونيا والبعض الآخر كان قبطيا أو مسيحيا. هذه هذا معرض الصور، هذا يعني يدشن الآن في مركز المؤتمرات الملحق بمكتبة الإسكندرية، مكتبة الإسكندرية التي يتولى رئاستها عمر لكن يعني أرى وراءك وأنت تتحدث معي الآن مباشرة مجموعة من الحضور، ترى من أي مكان يعني هذه المجموعة من الحضور؟ هل الحضور هنا في هذا المعرض في مكتبة الإسكندرية من المتخصصين أم مثلا من طلبة الجامعات أم من أي مكان؟ طيب طبعا من المتخصصين بالمقام الأول، لأن الحضور أساسا كان فيه وزير الأثار دكتور خالد العناني ووزيران سابقان للأثار، نعرف أن من ضمن الوزارات التي تستكمل عملها ولا ينقطع عمل وزير عن آخر، هي إحدى الوزارات الأساسية هي وزارة الأثار، ولذلك اكتمل هذا العمل على مدار 30 سنة. أيضا المعاهد الأثرية المختلفة سيما التابعة ل جامعة الإسكندرية الملاصقة والمتاخمة لمكتبة الإسكندرية. هنا هذا فيما تعلق بمعرض الصور، هذا انتهى هذا المعرض. هذه القاعة شهدت المؤتمر الأول التعريفي بفيلم تسجيلي وما إلى ذلك، وكلمة الوزير وكلمة دكتور مصطفى الفقي، وبعد ذلك ذهبنا إلى معرض الصور أيضا الذي يعني مجاور لهذه القاعة، أخذنا لقطات ولعلكم ستعرفون نعم. لاحقا، ثم عدنا مرة أخرى لندوة تعريفية بسيطة. إذن دعني أشكرك على هذه التفاصيل من داخل مكتبة الإسكندرية مباشرة، عمر نور الدين أشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. قام مجموعة من الشباب بابتكار برنامج تعليمي جديد يتميز بسهولة عرض المحتوى من خلال إظهار مجسمات ثلاثية الأبعاد. كتاب وهاتف ذكي، هذا كل ما تحتاجه الأسرة لتعليم أطفالها اللغة الإنجليزية بشكل جديد. بابل هي ستارت اب بتقدم طرق تعليم جديدة وبديلة لطرق التعليم التقليدية اللي ما بقتش جذابة للجيل الجديد. الكتاب بتاعنا مش مجرد كتاب عادي، هو احنا الحلول بتاعتنا مبنية على الكمبيوتر فيجن تكنولوجيز، هي التكنولوجيز زي الفي ار والاي ار اللي هو الواقع المعزز والواقع الافتراضي. هي كتب او التكنولوجي بتسمح للي بيشوف التكنولوجي دي ان هو اكسبيرينس المادة اللي حواليه اكتر. لو هنتكلم على الاوجمنتد رياليتي التكنولوجي اللي احنا مستخدمينها، فالطفل بينزل الابلكيشن بتاعنا عن طريق الجوجل بلاي والاب ستور وبيستخدم الكتاب بتاعنا. مجرد ما بيبص من الابلكيشن على الكتاب بيظهر له الاوبجكت اللي جوه الكتاب او الصوره اللي جوه الكتاب 3D اوبجكت قدامه بالسبيلنج بتاعه والفويس اوفر بتاعه. هذه الطريقة تحبب الطفل في التعلم من خلال المجسمات التي يعرضها الكتاب من خلال شاشة الهاتف التي يتفاعل معها الطفل ويلهو بها، وتم تجربه في بعض الحضانات ومراكز تأهيل الأطفال. الكتاب حلو جدا جميل، وإيه وأنا يعني هو بيديني طاقة اللي أنا بحب أذاكر وما بحبش حاجة تانية غير الكتاب ده، وبحب اللي أنا أذاكر عليه بس وأعمل كل حاجة عليه، علشان هو بيديني اللي أنا أحب أذاكر جدا، وايه ما اسيبش الكتاب غير لو انا مخلصاه كله. انا احب الكتاب ده عشان بيحرك الحاجات ايه، وانا مبسوط قوي عشان بتعلم. حصل الابتكار الذي تم طرحه لاول مره في معرض الكتاب 2017 على عدد من الجوائز، وشارك في معارض عديده، كما انه متاح الان بالمكتبات.
ويمكن تحميل التطبيق الخاص بالكتاب مجانا على الهاتف المحمول. مدينة العبور مدينة جديدة أنشئت في عام 1990 وبها العديد من المصانع وأيضا الأشجار والمسطحات الخضراء. هذه إطلالة علوية على مدينة العبور في محافظة القليوبية كما نرى. من مدينة العبور بالقليوبية لاستديوهاتنا في مدينة الإنتاج الإعلامي ننهي معكم هذه الجولة الإخبارية. إليكم أهم ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء يتابع مشروعات الثروة الداجنة مع وزير الزراعة ونوابه. في إطار جهود تنمية الصعيد وزير الصناعة افتتح مصانع ببني سويف باستثمارات تتخطى الملياري جنيه. والإمارات تدعو قطر تنظيم الحمدين لبذل جهد أكبر لتحسين ثقة دول المنطقة. شكرا لكم وإلى اللقاء.